هاد البندير غادي نخلي لك امانه حيت هذا كان ديال الوالده الله يرحمها. الله يرحمها مسكينه. خليها عندك انا في الدار بلاص ما نبقى غادي جايبي غادي جايبي الناس كيشوفوا فيا خليها عندك. جاتك اخويا مول البندير مالو ماشي راجل مول البندير اللي ما كيسوى والو باغي ياخذ بنت لاله فاطمه زين وتبات او الحداده والشطيح وكلشي ديرو وادك محشمش حسوا بيا يما عطوني بالدار وما زادوا دارو في مره حقيني غير مبعيد يما واش عايشه بخير ولا حياتي في الظلمه قام حسوا بيا يما عطوني بالدار وما زادوا دارو في مره حقيني غير مبعيد يما واش عايشه بخير ولا حياتي في الظلمه دينا من عندو العربون ودوزنا مع الكلمه وهادشي اللي كاين اش من سيده لا كاين شي مناسبه ديما حنا ما فخبرنا والو حتى حنا خاصنا نعرفو اللي تتلعبي من ورا دارنا هاي 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 تاكلونا في حقنا شحال من عام هذا كناكلوكم اللي كتخدموا معانا شي مال بناتك جاوع البارح ولاو يعاودوا مطرالين هو شي تشوفي لاله راه مخدامات ماشي جاوع البارح راه مدربات هي مدربات يقول لك حنا غادي ناكلو في رزقهم انا شحال بان لي داك السيد بوكو العاقة عندهم فلوس خاصنا نخدموا ليه مزيان بوكو العاقة ما نبغي نتلاقى معاك راه الثمن باش درنا معاه هو باش غنمشيو يا ويلي راه نخدموا معاهم مزيان راه غيغرموا لينا مزيان اييه ايوا الغرامه هي كلشي نجيبو معانا عشانه ونجيبو معانا شويه بسطيله ودجاج ضروري والله صعوب تبعوا العينين هاد العرس الجاي كل ما يتحلف عليه بوحدو والله رمانا حنا غنتبعوك حنا بناتك غنتبعوك اش غديروا نوض 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 دابا بغيت كنت نتشاور معاك خوتي ترك حبيبتي وجارتي وما نخزر عليك حتى حاجه انا كنتي الموس واحد يذبحنا لك شكي اخوتي شنقولك ما تقوليهاش ما تخرجيش من فمك خليها بالصوره ويلي يا فاطمه عارفاني كتعاودي لي شي حاجه وكنقولها تطلقينا خلاص قول لي اش كاين هي اخوتي نعاود لك ما كاينش لما نعاود تبقى بيناتنا الله يستر عليك خليها بالصوره شوفي جاني واحد مريش فوق العاقه في من هليمه حليمه اش بالك اخوتي هما نحن الباركين احنا الباركين اختي واش اخوتي توقفي معايا يا ويلي نوقف معاك فوالت الدجاج وعدو البازارات وعدو الفلوس عدت يا اخوتي ربي يقدر يعفو عليا من هاد البندير يا ستي اش خايف من الله هذا غير نتا هذا هو كلشي خليها تستر مزيانه الدريه سرها هي دارها ودار راجلها خليها الله يكمل على بخير اخوتي ما تعاوديش داك الجار القواسه ما تعاوديش لي عافاك حاضيه بناتي وحاضيه انا راه حاضيه نيت انا حاضيه بناتك الله يدي الله العراسه وما طلقوا العراسه وما يا ربي السلامه الله يكمل على بخير بغيت نزغرت انت الجاليه عقوا
تجربه البنيات الاخرين ان شاء الله. زغرتي جيت سولت عليك في الخدمة ما لقيتكش تما. هذيك هي تسميها خدمة. مالك؟ شكاعي. زرعوا عليا. علاش؟ واحد الكليان ما خلصناش في القهوة ديالو وزرعوا عليا من القهوة. أنت مالك شنو ذنبك؟ راه الكليان اللي منه لافوت. هو راه ديما كتبحر غير في سيرفور، ما راه كتجي في الكليان. الكليان راه كيسلت الوقت اللي بغا ياكل الوقت اللي بغا ويمشي يخرج ويخليني أنا واحد. فهمت أنا هذا النوع ما عندوش الضمير. صافي ما يبقاش فيك الحال. غتخدم معانا إن شاء الله نقولها لماما. يخدم معاك؟ واش يخدم معاكم بالسلامه؟ نضرب الطريشه ولا البندير؟ مالها شنو فيها عيب ولا حرام؟ بالعكس انت مالك راك تعرف تضرب بالبندير وبالدربوكه. عاون راسك ومننا نبقاو قراب لبعضياتنا. قراب بعضياتنا؟ بقاو قراب بعضياتنا لكن كيفاش انا قريت وتكرفص وضربت تماره وفي الاخر نخدم بندير؟ حتى واحد في هذا الوقت ما لقى كيف بغى. شحال من واحد كان كيتمنى شي حاجه يديرها في المستقبل وصدق خدام بحاجه اخرى. واخا انا على قولك غادي ندير هادشي اللي بغيتي. حيت انا بغيت نكون قريب منك، بغيت نتلاقى معاك في كل دقيقه وكل ساعه وكل وقيته بقى نشوف. وهاد الخدمه راه فيها الفلوس، راه مش حقرات ياك. شحال تخلصوا لي الشهر؟ هادشي ديالك. صافي نتمشى واحد شويه حتى نطالع لي الدم ديال بصح فريسيه. هضري مع ماماك ولا بغات راه نجي نخدم. تغديتي ولا باقي؟ الفطور باقي ما فاطرش بقيت. ويلا نتغداو يلا على حسابي. يلا نوض نصابني على حسابك غادي نمشي. اشرب. اها هو دايزو نسمع مولات العرس تقول الطيابه ها انت داك الدجاج اللي غرج على الناس شديه وقالت له فرتو حيدوا العظام عزلوهم بوحدهم. لا راه فاطمه اييه اش بدي بيه؟ كذب عليك. وقالت ليها باش غادي نصايبو بالفطور بسطيله وجيعانين وطحنا عليهم جيعانين نحول الغرامه ونغرمو علينا. جيت معصبه جيت لحمي كيعجبني بلا عشا بلا والو كان حقا ما بقاش داير الحد في القد. شو يا لطيف ما هو عرس اخوتي اختي كنطيحو بعض المرات في شي وحدين هزي دينا قلي السيمانه وتبقاي تاكلي في ديك الماكله. شي وحدين فقير انا كان قال لي جوعي في كرشي وعنايتي في راسي وتشوفي تبارك الله كي كيديروا على الناس. وهذا طحنا فيهم يا ربي السلام عصبتني انا والله. شكون العرس والعرس وحنا اش غادي نديروا حنا تي حنا خدمتنا دايره والله لا قسم الله كنجيبوا لولادنا باش نعيشوا ولادنا ونعيشوا حتى حنا. شوفي يا وفاء اختي هادشي اللي قسم علينا الله اللي قسم الله تنجيبوه. واي ها فاطمه اختي هادشي اللي بغى لينا الله داكشي اللي في نصيبنا راه حنا كندوزوا فيه. بقاو فيا عبناتي اللي زيتو من هاد الحرف معذبين معايا. شوفي العظام اللي خرج ليا بالبندير مالي انا على حياتي ماني بحال العيال زبركه حتى في ديورتهم ورجعتهم يخدموا يجيبوا عليهم. حنا الدار كلها خارجه تشطح. اي والله يصاوب لينا. فاطمه رخفي رخفي فيك اللبس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي قلت لي على يدي تي مالك انتما ديما زبركم على الشوارع هي تعصر على يدي المهم خلينا من هذا الشيء صافي. كنتي خاصك شي مره تضرب لك بالبندير ياك يا بنيتي وانا لقيت لك راجل شيش قلت لك بناتي نخرجوا ليا غير كل مواساه هما يا بابا كاين خاصك تهلاي فيه. ها خاصك تهلاي فيه فاش باش تمان باش هو يخدم معانا من هنا. شنو خاصك راح يجيو ياخذوا والله ما طيعيش لا الباي ديالو نعطيو ليه. ايوا هكاك صافي ايوا الله يرحم خواتاتي. راه خواتاتك متكيات شاده التليفونات. شوفي سلمى ضروري خصني نشريو هاد اللباس هادو كاملين باش الفرقه اللي كملت تكمل زوينه. والخاص ماما فاطمه هي مشات تفصلوا منين ماما ولات تقرا ما شويه شتي ملي جابت هذيك خيتي حنا نورمال هنا راه تما شادين داك التليفون اش مكتحياوش باز والله الا باز شفت الوجه المبشر واقيله شي خبيره. عرفتي شنو هو قالت لكم اللي غادي يضرب لكم بالبندير ما تقوليهاش من الفوق عنده شي بيرمي غيبقى يسوق بين الله عصفوري بغيت انا ما نبقاوش معاه تصوروش معايا شكون شكون هو هذا عبد الغفور. ما تقوليهاش طيحتي الشبكه والله انت دوك الخواتات ناويه ولا
مزدق وصافي غير باش نخدم معاكم. معناتها هو مسكين خرج من الخدمه مسكين طرا ليه واحد المشكل ما عنده زهر ورا قاري تبارك الله عبد الغفور قاري خشو ما عنده ايوا اختي دفلي ليا هنا يا اختي ماشي نطفل لك فيهم جوج انا تعقب عليا تنايا الله يعطيكم نتوما من وجهه نظركم في امين وحيدوا من هادشي كامل يا ربي. المهم راه قاري اختي ام الضف تبارك الله ولكن ما عندوش زهر باش نتبوع الخدمه اللي كيخدم فيها كيخرج من مسكين ماشي مشكل حتى هذه خدمه راه زوينه الله يخدم معنا دابا ونضروا به حنايا النشاط النشاط تبارك الله كي زوك خواتاتي وما وصاحبه امي راه كلشي زوين ياك مرتاح بعدا لا كلشي زوين الحمد لله كيعجبوني العونيات صراحه انا كنت كنخدم مع الدراري للطاقه ودابا ملي خدمت مع العونيات حتى هما تبارك الله زعما عاوتاني في سكال ماشي بحال ليا والله دابا تولف ان شاء الله ان شاء الله انا راك تي عارفه قلتها لك ونعاود نقول انا هادشي كامل درته غير على قبلك عارفه انا حيت كنبغيك كما كنت كنبغيك حليمه ما غاديش ندير هادشي كامل ما غاديش نتقاتل ونتحارب ونخلي بزاف ديال الحوايج زوينين ونجي على ودك عارفه اللي كاين وعارفك انت كيبقى فيك الحال وبزاف حيت قريتي وخديتي شحال من ديبلوم وفي الاخر خدمتي في هادشي ولكن ما عندك ما دير الصبر وصافي المهم يكون خير انا لحد الساعه انا راني راضي وعاجبني الحال وانا معاكم غادي نمشي واحد شويه بغيت نمشي نرتاح خصكم شي حاجه عيط عليا التليفون صافي واخا هاد البندير غادي نخلي لك امانه حيت هذا كان ديال الوالده الله يرحمها الله يرحمها مسكين خلي زوين. عندك انا في الدار بلاصه ما نبقى غادي جايبي غادي جايبي الناس كيشوفوا فيا خليها عندك يلا انا مشيت انا نمشي معاك الباب يلا جمع تيمونه هو اللي كاين انا ما بقيتش قادر واش انا يا عبد الله راجل وليت كنضرب بندير خويا عبدو هذا الموضوع هذا اللي قلت ليه ما عجبنيش وزيدون حتى حالي ما لاصقت خبار ما يعجبش الحال انت يا مونه شوف شي ملي كنكون كنضرب في بندير راه حياتي كلها كتدور بالعينيه واش انا عبد الله ماستر وجي كنضرب انا في بندير واخا ماستر ياك الحمد لله تعرفتي والناس تبغيك عندك جمهور ديالك الناس حابك اش بغيتي اكثر من بكا فلوس داخلك راه شوف شي القرايه في هذا الوقت الا ما كانوش الوجهيات ما غادير حتى حاجه في حياتك وما غاديش تلقى خدمه انا هادشي كامل كنديرو على وديت حليمه وما كنتش كنبغي حليمه ما غاديش ندير عقبال هادشي كامل ايوا صافي صبر معاها حتى الله يدير لكم شي تاوي ديال الخير فين كاين المشكل من هادشي كامل السلام عليكم وعليكم السلام فين غادي كنهضر غادي نتمشاو بغيت نجيب بنيت واحد البندير وصاتني عليه ماما حليمه اوكي ما خبالك انا غادي نحبس هادشي كامل ما بقيتش باغي هادشي ديال ما يمكنش علاش غتحبس
واش كاين شي واحد خاصه لك خاطري؟ حتى واحد ما خاصر لي خاطري حالي، ولكن واش انا يا قريت وتكرفصت وتعذبت باش في الاخر نضرب ندير مع من نخدم مع عونيات وبعدا كنبقى معانا شي ساهل عليك الله، وزيدو حنا اصلا كنكملوا بعضياتنا، ما يمكنش يكون شي واحد ناقص فينا. حليمه تعرف هادشي كامل كندير فيه انا على قبلك، اما انا هادشي راه ما حاملوش. الله يهديك يا عبو، صبر معاه ماشي تجي تنص الطريق وتخليها. عارفك دير هادشي على قبلي، ولكن بدينا خاصنا نكملوا حتى الاخر. نتوما ما عمركم غتفهموني، ما عمركم غتحسوا بيا، حقاش بنادم كلشي كيشوف يدك الشوفه خايبه، كلشي كينعت فيا تنعيته خايبه. شوف يا عبد اخويا، الا ديتي على هضره الناس واخا تكون مع شنو ماشي قاري تكون لاباس عليك. شوف راسك وقتها، شوف الحاجه اللي كترتاح ليها، شوف الحاجه اللي غادي تستافد منها، ماشي تشوف هضره الناس. شوف الناس راه داويه يا زوين يا خايب. انا اللي غادي نقول لكم هو هاد الخدمه هادي ماغاديش نبقى نعاود نحط فيها يدي مره اخرى. الله يهديك يا عبدو، واش غادي نقول لماما؟ صدمني كاع، ما كنت متوقع منه هادشي كامل. دابا انا راه واحد الكليان عطاني العربون وباغينو يكون معانا، اش غندير دابا؟ مالي هي وتسيكو خبارة صاحبتي، تقولي انتم اللي هربتو، غتقولي بعدا هادشي السبب اللي جبتيه نهار الاول. صراحة اش غنقول ليها دابا؟ اش غنقول ليها؟ مرات مالو تعطي عطل لا لا تشوفي تاهوايا مهم الفاش ليه مهم الفا هو الاول هنايا هو وين نقول انا سر بيهم. دخلي دخلي مرات مالو تجاو فين عميتي والده؟ قولي لي لالا انت فين هو عبد الغفور مول بندير؟ او مشى غيتسخر وغيجي تتسخر لبايها ماما مسكين مع مريض تيجي يجيب لي واحد الكيكس هو مول دين راسكم حبيبي شيش غديرو؟ نوضو دابا ملي هو مسخر غا قريبنا نوضو وجدو راسكم يلا لا لا هو مشى واحد الطريق بعيده كيفاش؟ ها؟ كيفاش؟ قولي لي انت اللي كان تيقلك فين مشى عبد الغفور؟ راه عندو غا واحد الصخيره وغيجي دابا ما غاديش يتحطل انا غنوض نجمع داكشي انا واختي جوج سوايع كاع ويجي ثلاثه سوايع كاع صافي جمعوا راسكم يلا صافي لك كثر ربعه يلا لا حنا دابا غنجمع راسنا نعرف الماكياج نوض انا نجيب بعدا جلابيتي يلا نوضي اختي يلا وجمعتي البنادر باش نمشي صافي نوضي ما تحطوش على الناس نوضي نوضي الله يعاوننا على هاد الارساده نحيدو علينا لا اختي متوتره شنو غادي نقولوا لها ما قدرتش نقولها لها قولها لها اختي انت اختي انت اللي كنتي معاه تقولها لها انا مريم خرجي لي النيابه حليمه فك لما قولها لها والله شوفي انا ما تنزبقش اختي انت اللي تتهضري وانت اللي تقولي وانت اللي ديما الشجيعه انا ما الشجيعه داخله فوق راسي وادري ويشه تسمع فيا معيور حيت انا اللي جبتو نهار الاول ايوا انت اللي جبتي نهار الاول عمي اختي بحرك ما تسبش فيا كاع داكشي انايا انا ما قاده على مشاكل ما قاده على صداع وزيد امك قبيحه فك الله يسهل لك خصك انا الله حفظك واش بغات تحرف فيا الدقه بغات تشدني تريشني لا لا انت راه غدور ليا غدور ليا غقولها لها انت بعدا خفي عليا شويه الحمل نهار الاول اللي ما عارفاش قاد على المسؤوليه علاش جيبها معنا كاع من عارفه ما راضيش بهذه الخدمه هذه هذه الخدمه هذه الناس راه كبرت منا اجيال واجيال واش هو كره كره فيه راه السيد راه قاري وشحال من حاجه راه الناس كتشوف فيه بواحد الشوفه خايبه ايوا قاري كره مشى خدم علاش جاي وصافي اختي تزاحم معانا في المندير دابا شنو ندبر عليك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام ما غاديش نقولها لا وعلى سلامتنا ملي جيتي انت مالك يا وليدي وانت الاول موالف كتسر بينا وتقول لنا يلا صافي ماشي مشكل قضيت شي غرض وجهك ما عاجبنيش بغيت نهضر معاك مرحبا انا هادشي ما بقاش عاجبني شنو اللي ما بقاش عاجبك ما بقاش باغي نخدم معاكم بغيت نقلب على شي خدمه اللي غادي وعلاش يا وليدي شوف انا غنجيك الصراحه هادشي كامل انا دايرو غير على قبل حليمه حيت كنبغي حليمه وبغيت نتزوج بها وهادشي اللي كاين هاي 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 لا مول البندير باغي يتزوج بتلالا فاطمه علاش جاتك اخويا مول البندير مالها ماشي راجل مول بندير اللي ما كيسوى والو باغي ياخذ بنت لالا فاطمه زينو التبات او الحداده او الشطيح وكلشي ديرو وادك ما حشمتيش سهمنا من سهمك علاش ما نساهمنا ماشي بسهمك وما ليس نعطي بنتي لواحد هاز بندير ويدور ياك هذه هي الخدمه اللي مرسم فيها من غدا الصباح عيان صباح مريض انا بنتي رجاها واحد مريش بوكو العاقه ونتمنى عاد فر من دفرها الله يكثر خيركم وانا سمعنا ما سمعتها
اسمعي سي بدي مالو داخل قولي له دازم ندير كوزا ديالنا نخدمو قالك الزواج بقالك على الزواج كلشي ساهيتي ليا مغدره شغله بالي وخليتي لا مرا كليتي مالي وتبالت نهارا بلاتي الحاجة قاطعتك في هضرتك وانت كبر مني وسمحي لي انا راه والديا متوفين ايه مقطوع من شجره الله يرحمهم الدار ديالها بوحدها ايوا اي حاجه خصها هاد اللي عندها انت براسك الحاجه الشهريه ديالك من شهر شهر تاخذيها ربي يخليك اولدي الله يكبر بك ولا عندك شي بنيه ولا شي حاجه ما خدامهاش راه نخدمها الله يحفظك اوليدي الله يكثر من مساعدك امين الحاج اللي انا يصدع مشاكل ما نبغيش لا انا ما عنديش هذاك الشيء ديك الكرفسه معايا وسمحت معايا نبغي شي ولد الناس اللي تهلا فيها ما غادي تشوف معايا غير الخير انا والديا الحمد لله كانوا ميسرين وتوفاو بجوج كانوا داروا واحد الاكسيدون وخلاو لي داك الشيء اللي بقى الله يرحمهم انا غادي نديرها هي امي ونديرها هي با ونديرها هي خويا واختي واي حاجه خاصها على راسي وعيني غدير لها عرس كبير ويلا الحاج حنا كنلعبوا هنا انا راه غنديها بالكبيره وصداقها كلشي داك الشيء ما تضربيش على الحساب وحنا راه فينا واحد القاعده كنعطيو العروسه الذهب اي حاجه خصاتها مرحبا الحاجه هي العروسه ما عرفتش شكون هذا حليمه صافا كتعرفني انا ولد الدرب هنا ولد السيكتور المهم كنشوفك ديما وعجبتيني وجيت طلب شي طالب راغب في يدك شنو نتلقى انا شوفي يا بنيسي كيفاش شوفي سمعي الراجل شريك شاريني مليانة بضاعة سمعي شرانايا قالك خذي اللي شاريك ما تاخذيش اللي يبيعك انت حليمه سمعيني تبيعيني كتباني لي انتيا انت حليمه ندبي زيدي ندبي ما بغاش نتزوج خويا ما تبقاش داوي عليا حتى شي واحد ما بزز عليك شي حاجه انا راه ما مشيتش بقيت كندور عليك في الزنقه ولا شي حاجه انا جيت نوع معاك الحلال ودقيت بها ندير لك عرسك كبير وبضاعه خليتي اختي منى خليتي سلمى انا عجبتيني انت وزهرك وصويرتي جابك ولد الناس انا كون بغيتي وحده اخرى حليمه راه غادي نمشي عند نيشان ما بغيتش شوفي غير فكر انا عارفك انت باقا ما عندكش انا باش نتزوج اخويا بلا ما تبقى داوي بزاف انا عارفه واخا راك كبيره كتعجبني بحال ما كديري لي كتكون لا زعما راه ملي كتبغي تعبر على الحاجه الفرحه ديال وليدي نخلي لكم شي بركه صافي وليدي البنات ما يحتاج ما يحتاج انت خليكي وليدي ما يحتاج لا لا خليك لا خصاتك شي حاجه خديها المهم باش ما كان اللي احتاجتي شي حاجه نخلي لك النمره خلي النمره ديالك هنايا وعيطي لي راه نجي عندك الوقت اللي بغيتي عزيزه عرس لها فيك ولا تمشي ولا غنتجوز تبك هادي راه فبالك مابقاش نتجوز بلا ما تبقى معذب راسك معايا حتى تشوف شي وحده اخرى عرفتي شنو اما انا كنبغي واحد اخر كيعجبوني البنات اللي كيكونوا بحال ماكا كيعارضوا في الاول حيت اي وحده كتكون كتعارض في الاول في الاخر ديالها كتكون كتحب داك السيد وكتموت عليه يعطيك حبه في القلب مابقاش نتجوز ما باغاكش قلت لك ولا تبقى معذب في راسك سمعيني سمعيني شنتي راه ما عندكش العقل كتقول لي واحد ولا ما واحد كون كان باغي كتل واحد كون جا خطبك من عند داركم وزيدوا انا راه غادي ندير مستحيل القبل ماشي سواقه كيجي يخطبني ولا ما يخطبنيش سمعيني يا بنتي سمعيني سمعيني انا ضدي كثر منك عزيز عليا الضد انت مريض عندك شي خلل كنحلف لك مخك كنحلف لك بالله ما غادي نخليك شي واحد نوريك نوريك كيف خرج خرج ندير المستحيل على القبل خرج واي حاجه غادي نديرو غادي ناخذ عقلي عليا ما صابش الوقت سير يا ربي باش تبقى لي طلعت بها كتطبر لي غير الكفرات بلوكا ليا هادشي اه ودي خاصك تري امالك ثاني مره جينا شمكم عاد دارت لي السو ولا صافي راه ضرباتك حتى راه كاع تضربنا كاع شو سالم بعقله وانا ضربت نوري شتني وما دارت لي هادشي معش منين جات لي واحد العريس قالت بغيت تجوج بيا عطيني يا اختي انا والله الا اختي بالصبط قلت لها قلت لها خليتي منو خليتي سلمى بغات تجوجيني انا فين هو فين هو عيط عليه قول لها ما جوج بنات سالاتك يا اختي اسيري عندك الزهر تبارك الله هادشي كامل والله انا مزيان بزاف شي بنت اجي تبغي ماما العاق ماما العاق اش داك الشهيد السكتي اش داك الشهيد اللي درتي ما بغيتوش هويني ما نجوزش فيه راه هو اللي كاين لك ما نجوزش سمعي قول لها هاد المقرده وهاد الجيعانه خليني نهضر مع خواتاتك واخا واحد مطمو بنتو بدارو هو اللي ميتيسي ما عندوش والديه قالك شاريها عطيها صداقه باغي يدير لها عرسها غتبيعني ماشي بغات تجوزني وخبزه كامله هذه يا امي ما بغاتش واش كيعطينا حنايا عطيني لنا خبزه كامله بغا هي قولي لها ما جوج بنات ما غنطبقكش ما نطبقكش صافي ما كاين لا هو اللي كاين لك هو اللي كاين لك هو اللي كاين لك تجوجي بنتي ما تجوجش تجوجي بنتي تجوجي تجوجي هي بي علاش سمعي قول لك العرس ما كاينش اش غنمشي معايا شي عرس
الزرقاء ما كاينش هنا غنسولت عليك واللي عطات الساروت واللي حلت عليها غنتفاهم معاها وصافي يا ماما انا ما بغاتوش صافي علاش غديري هذا الشيء كامل تحرمي رزقها من الخير جيبي كفن وكفنيني وصندوق وسدي عليا صافي واخا ولا دفنيني انتي حسن غندفنك هنا في الدار ماشي وجه الناس كتعيطني سيدنا محمد الله معاك جان علي ألف هنية وهي لا 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 عروسة العمارية يا لا لا ألف هنية وهي يا لا لا عروسة العمارية يا لا لا الدنيا ويا لا لا وصف الدنيا ويا لا لا يا ديلو صباح طوال أفوق اللي بكيت عليها وغتبقى في الباب وخدوك ليا وباش غنشي في الهدية وخدوك ليا وخا ندق في كاع البوان داوك ليا وخا ندور وندور في البلاد داوك ليا حليمة الحمد لله كنت عارف راسي غلقك هنايا لقيتك الحمد لله علاش ليه هربتي ليهم هربت ايه هربت علاش هربتي بغيت نتزوج بيه ما كنبغيش ما يمكنش لي نتزوج بيه ونخليك انت انت انا حليمه راه كنبغيك انت عارفه انا حليمه الحمد لله اللي العدول تعطل وهربت لهم قبل ما يجي العدول ما تكتبتيش معاه لا يلا بغاو يديروا الفاتحه وقلت لهم ماما تسناو تيجي العدول وانا نهرب لهم عرفتي شنو غنديروا انا وياك حليمه غنديروا واحد الحل زوين غير يناسبني وغادي يناسبك حتى انت شنو هذا الحل اعتقني اي حاجه قلتها لي نديرها معاك ما عنديش مشكل حليمه غنمشي وغنتزوج انا وياك جوج غنمشيو نتكاتبو وغادي نتزوجو بجوج دابا دابا يلا نمشيو يلا قبل ما يلقاو هاويلي الحاجه ويلات الشوهه هاويلي ولي الضحكه هنا ولي الضحكه في الدرب ضحكه قدام الناس وصافي داكشي اللي طلع قال قالوا مالو ما مالو هربش علي العروسه وصافي مكساب هادشي هدلتوني الحاجه لا انتي لا بنتك بهدلتوني وصافي مكساب ردي لي رفقي نعطينا رفقي داكشي اللي عطيتك عطيه ليا وحنا شوهنا معاك نهار بالك حر نهار كحال هذا واش باغي تصورني انا تخلف فيا اش باش ندير لك حنا الدريه تشوت وحال والله ما نزقلو راه عيطوا لي الناس وقالوا لي البلاصه هذه كاين وغنمشي ليه دابا لما غندير لهم واحد الشوهه ما عمرهم شافوا بحالها والدريه راه غنديها بزاف حيت رفقي حطيتو عليها صافي عيسي مثلك فيا انا ما عندي ما ندير لك انا سمعيني راه انت لي النهار الاول بغيتي هذا الشيء حيت النهار الاول دخلتك بالفلوس وشديتي الفلوس من الاخر غنجيك من الاخر ديك الدريه غنضربها فيك شافي وغنديها اويلي بزز ولا ردوا لي رفقي ولا داكشي اللي هو اللي شاد عليك راه كله غنصيفطك بيه للحبس انا ما ندويش دابا نوصل عندها خرجتي العيب والله الا خليتيني نبغيك وذا يفواك كل ما نشوف في عينيك نقول ناري ما حلاك لك عيني ما تحيد كل مرة ندوز حداك حتى قلبي من الفرحة يرفرف ويطير داري صافي صافي كل شي في عينيك بان قلبي وحده كافي ينسي كل احزان زينك فات الزين سبحان الرحمن انا الناس ديولي ما كيكذبوش عليا الناس ديولي صافي كيقولوا لي الحاجه كاينه كاينه الناس ديولك راهما اللي خرجوا عليك النهار الاول سمعيني النهار الاول انا تقتفك انتيا شحال ديال الفلوس عطيتكم
تبقى كدوي على الفلوس الفلوس الفلوس. مالي انا ما عطيتكش الدريه، عطيتك رفقي. جبت رفقي غندي الدريه غنتزوج بها صحه ولا خاطر. ودابا الدريه اللي باقي باغيها ولا لا؟ عرفتي الا مشات تا دارها ولا ماها؟ راه كاينين غير من البعيد كيشوفوا غير من البعيد. غادي نحيدوه من الدنيا. شوفي حالتي كي دايره انايا. انا حالتي زعما حالتي لبنتي. بنتك اللي غادي تفهمي معاها صحه ولا خاطر؟ حنا عاطينها لك، الا لقينا الدريه ولقيناها باقا صاينه خذها مرحبا. انا ما قلتش لك لا النهار الاول. انا اصلا ما غاديش نتسناك انت غتعطيها ليا، انا غادي نديها صحه منك ومنه. عطيتك الكلمه، اللهم وفق انت ولا في هذاك مول البندير. زيدي يلاه احنا غاديين. شو حياتنا كي دايرين؟ باركين بالجوع وباركين بالعطش. عينا هما فينا ماشي كيديروا عليا تما في الحب والرومانسيه. عرفتي راه غادي نتفرقع على الحاجه. هما زيدي يلاه مشاو. زيدي يلاه. ويلي 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 دابا ولينا انا وياك راجل ومراه. صافي دابا تزوجنا ما عندهم حد يدير. شوف ان شاء الله انا عارف غادي نرجع ان شاء الله نخدم. انا ولي نخدم بالبندية. صافي ونخدم بوحدي ان شاء الله. انا ولي نشد السهرات وان شاء الله غادي نديرو فلوس. مورا الفلوس غادي نمشيو انا وياك واحد الحجه وغنبعدو من هادشي كامل ان شاء الله. المهم نكونوا مع بعضياتنا ونكونوا فرحانين. انا غنبقى معاك ان شاء الله حتى لاخر نهار في حياتي. حيت انا هادي هي الهضره اللي كنت بغيت تسمع من عندك. هادي الهضره اللي كتفرحني وكتخليني ديما نكون ناشط. هذا سير الله يسهل عليكم الله يخليكم لبعضين. يلا الحل يلا شويتي ذكرى من القاسي يسوقني روتصور في التليفون دابا مسحيهم بدلي سمية باش ما يسولكش شكون. ياما حسوا بيا ياما عطوني بالدار وما زادوا داروا تمرة حقيني غير مبعيد ياما واش عايشة بخير ولا حياتي في الظلمة. قام حسوا بيا ياما عطوني بظهر وما زادوا ظروف مرة حقيني غير مبعيد ياما واش عايشة بخير ولا حياتي في الظلمة. فوتو دابا غير عذارني انا دابا نسيت لي املا